السلام عليكم. توفيت العروس صاحبة 24 سنة ضاحية حريق منزل بسبب تسرب الغاز بحي الأول نوفمبر بمدينة تبسة. وللإشارة، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتبسة السبت الفارط في حدود الساعة 6 صباحا لأجل احتراق شقة بسبب الغاز، وتقع بالطابق الرابع متكونة من 3 غرف ومطبخ بحي جبل أنوال بتبسة، حيث تم إخماده وأسفر عن إصابة شخصين، أحدهم 24 سنة تعرض لحروق كاملة وإصابات متعددة، وآخر 27 سنة له حروق طفيفة باليد. كما أسفر الحريق عن تسجيل خسائر مادية بالشقة من أثاث وجدران، وقد تم تحويل العروس المتوفية من مستشفى عليا صالح إلى المستشفى الجامعي ابن رشد. إن لله وإنا إليه راجعون.